عليكم ورحمة الله وبركاته. علموكم الخطأ وصححنا لكم. دكتور عبد الناصر توحيد، شبهات حول الحجامة. ما تنساش سبسكرايب، لايك، فعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. الشبهة اللي موجودة معانا النهاردة، قالوا بأن الحجامة علاج لا يصلح إلا لسكان شبه جزيرة العرب وترتبط بمكان معين لتعلقها بحرارة المنطقة. يقول لك ده حجام خاص بطب المناطق الحارة أو شبه جزيرة العرب أو غيره يعني. الكلام ده طبعا فيه خطأ وفيه شبهة. فرد العلمي إن الحجامة تصلح وتنفع في كل المناطق، والدليل أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجرونها بعد الفجر في الصيف وبعد الظهر في الشتاء، أي كانوا يتبعون اعتدال الجو. وحاليا يمكننا إحداث ذلك، تدفئة المكان في المناطق الباردة، تبريد المكان في المناطق الحارة إلى آخره. والواقع العالمي يقول بأن الحجامة انتشرت انتشار النار في الهشيم في جميع أنحاء العالم، يعني من سيبيريا قرب القطب الشمالي إلى أقصى أماكن الحارة في العالم. فطبعا بالإضافة أن الحجامة وسيلة علاجية تتعامل مع الجسد لحم ودم، خلاص تتعامل مع الجسد لحم ودم، فتؤثر في الجسد الحي سواء كان جسد إنسان كان جسد حيوان. فالحجامة تفيد لكل الأماكن في كل البشر وليست علاج لشبه جزيرة العرب. ومن التاريخ عرف المصريين القدامى الحجامة قبل شبه جزيرة العرب بآلاف السنين، أو هم سجلوها قبلها بآلاف السنين خلاص. فيعني الحجامة طب فطري موجود بينفع الإنسان في أي بقعة من بقاع الأرض. مع تحياتي دكتور عبد الناصر توحيد. ما تنساش سبسكرايب، لايك، شير الفيديو وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد.